النهاردة كان في واحدة من أمتع مباريات كرة القدم على مر التاريخ اللي تخلص بالتعادل السلبي بدون أهداف. إزاي مباراة تخلص بدون أهداف بعد 120 دقيقة بعد وقت أصلي ووقت إضافي وتبقى من أمتع المباريات اللي حصلت في تاريخ الكرة من حيث الفرص والإثارة اللي حصلت في المباراة؟ طيب هي ليه تخلص أصلا 0-0؟ احنا مش قلنا أن الكرة إجوال وأن الكرة المتعة فيها الأهداف؟ وإزاي مستمتع بهذه المباراة؟ إزاي الناس كلها في العالم استمتعوا بهذه المباراة؟ مباراة ليفربول وتشيلسي النهاردة في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اللي فاز بيها ليفربول، وبطولة جديدة لمحمد صلاح. وأكلمكم كتير على بطولات محمد صلاح العظيمة حتى الآن في الملاعب الأوروبية، بس البطولة دي أو المباراة دي كان فيها أربع أهداف تم إلغائهم بالفار، يعني أربع أهداف بسبب تسللات أو فاولات تم إلغائهم بسبب الفار. هدف لليفربول وثلاثة لتشيلسي، ده غير بقى ست فرص محققة للتهديف، يعني في ست فرص محققين للتهديف. لا لسه الإثارة ما خلصتش، أنت عندك كمان في هذه المباراة 22 ضربة ترجيح، يعني 11 شاطوا من هنا و11 شاطوا من هنا. طيب عشان المشهد الدرامي الجميل في هذه المباراة الرائعة يكمل، إيه اللي حصل؟ الراجل توخيل المدير الفني لتشيلسي جه في الدقيقة 118 قبل ما نهاية المباراة بدقيقتين وقرر يطلع مندي الحارس السنغالي الكبير اللي كان عامل مباراة عظيمة جدا وكان بيشيل فرص ما ينفعش تتشال، حاجة كده عاملة زي رعد بتاع الكابتن ماجد واحنا صغيرين، الحاجات المستحيلة كان بيصدها النهاردة مندي، فقرر يطلع مندي وينزل الأسباني كيبا عشان خاطر كيبا هو اللي بيعرف يصد ضربات ترجيح. حلو. ليفربول شاط 11 كورة بما في ذلك حارس المرمى اللي هو مش أليسون، 11 كورة سجلهم كلهم اتسجلوا، 11 لاعب شاطوا من ليفربول ال 11 سجلوا، تشيلسي 10 سجلوا، ومين بقى ضيع ال 11؟ كيبا اللي المدرب قرر في الدقيقة 118 ينزله عشان يصد ضربات الترجيح، هو ما صدش ولا ضربة ترجيح وراح هو سدد آخر كورة لتشيلسي وخسر فرقته لما طلعها في السماء. إثارة ما بعدها إثارة، مشهد درامي ممتع جدا للكورة، فرحانين طبعا ان احنا نتفرج على مباراه زي دي ونفرح اكتر ان محمد صلاح النهارده يبقى عنده بطوله زي بطوله كاس الرابطه بعد ما خد الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا وكاس السوبر الاوروبي وكاس العالم للانديه مع ليفربول، يضيف بطوله 5 ليه مع ليفربول، ده غير بطولاته مع بازل وتشيلسي. حاجه فخر بقى محمد صلاح، حاجه رائعه، بطولات بالجمله، السنه دي بينافس على الهداف، هو غالبا هياخد هداف الدوري الانجليزي خلاص بالفرق الكبير اللي بينه وبين جوتا، هياخد ان شاء الله افضل لاعب بيعمل اسيستات في الدوري الانجليزي، باذن الله ياخد افضل لاعب في العالم، باذن الله ياخد دوري ابطال اوروبا مع ليفربول، باذن الله ياخد الدوري الانجليزي مع ليفربول، باذن الله ياخد كل البطولات اللي يشارك فيها عشان هو بيتالق وخلاص، هو وصل للبيك الرائع بتاع مستواه، اعلى نقطه ممكنه في المستوى الرائع المستوى العالمي محمد صلاح. النهارده ملحوظه كده بسيطه صغيره قلتها في الانترو بس هقولها لحضراتكم تاني، محمد صلاح النهارده شاط الضربه الخامسه ليفربول، شاط الضربه الكام؟ الخامسه. هل مثلا يورجن كلوب قال لا نخليه شوط الرابعه عشان تبقى امن لما نعرفش نشوط الخامسه فنخليه هو اللي يشوط الرابعه عشان اللي قبله ما يضيعش ويقولوا لي انت ليه ما خليتش محمد صلاح هو اللي يشوط الرابعه عشان محمد صلاح هو اللي بيشوط ضربات الترجيح دايما عندك وضربات الجزاء؟ مفيش الكلام ده، هو الراجل عامل ترتيب ومحمد صلاح نجم الفريق بيشوط الضربه الخامسه، نجم الفريق الناحيه الثانيه في تشيلسي في ضربات الترجيح جورجينيو هو اللي شاط الضربه الخامسه، سهله ما فيهاش بقى احيان بنقعد نجود. هتقول لي انت بتقول الكلمتين دول، هقول لك فاكر مباراه مصر والسنغال لما طلعت قلت هو ليه محمد صلاح كان مستني يشوط الخامسه ما كانش شاط هو الرابعه؟ مفيش الكلام ده، دايما هي الضربه الاولى والضربه الخامسه هم اهم ضربتين عند اي مدرب او عند اي فريق في ضربات الترجيح، الاولى بيشوطها يا اما احسن لاعب يا اما تاني احسن لاعب بيشوط ضربات ترجيح، والخمسه بيشوطها يا اما اهم لاعب يا اما تاني اهم لاعب بيشوط ضربات ترجيح، سهله وبسيطه في اي فريق واي منتخب في العالم، لا بتبقى فيها تجويد ولا بيبقى فيها تاليف، ده اللي عمله النهارده يورجن كلوب مع محمد صلاح. ملحوظه كده على الهامش، يعني بربط دايما اللي بيحصل مع محمد صلاح في اوروبا وبيحصل مع محمد صلاح في مصر او مع منتخب مصر، عشان النقطه دي كان لو تفتكروا وقتها تعرض فيها كارلوس كيروش الانتقادات انه ليه ما خليتش محمد صلاح يشوط الرابعه بكل سهوله كده ليه؟ طيب يعني هو لو كان شاطر الرابعه تمام وسجلها وجه اللي شاط الخمسه مهند لاشين مثلا وضيعها،
طب ليه محمد صلاح ما شاطش الخمسه؟ هتقول كده يعني برضه نفس يعني اللي هو ايه، انا همسك لك حاجه، انا مش هسيبك، انا هنتقدك، يعني هنتقدك يمين شمال هنتقدك. دي بس نقطه على الهامش. نرجع تاني للمباراه اللي كانت ممتعه جدا. بقول لك اربع اهداف تم الغائهم النهارده، كل اللاعبين النهارده تالقوا، كل اللاعبين ضيعوا اهداف، كل اللاعبين عملوا اداء رائع جدا. المباراه كانت غريبه جدا بكل المقاييس، استمتعنا بيها. يا رب دايما نستمتع بمحمد صلاح في الملاعب الاوروبيه.